هاي واضح، كيفكن؟ أنا أنس عباس، خبير عطور سوري، تذكرتوني؟ مرحبا واضح، كيفكن؟ لما صورنا هذا التقرير من 3 سنين ما توقعت يكون في هي الضجة الكبيرة على منصات واضح، وكتير فرحت ومبسطت بهذا الشيء لأن كان أكتر موقع يمكن بيمنحني إنه وصل لعدد كبير من المشاهدات. أثر فيه هذا اللقاء كتير، وصلني لكتير ناس، تلقيت كتير رسائل وتعليقات من ناس خارج سوريا، من المغرب، من الجزائر، من فرنسا، حتى عالم أجانب. بأول لقاء لي مع واضح كنت لسه عم أسس مشروعي جديد وكنت بمرحلة يعني مبتدئ نوعا ما، لكن اليوم أنا بهي 3 سنين اللي مرت حققت كتير أشياء، عملت البراند الخاص فيه وانتشر وصار فيه منه أفرع، ومن بعد منه صممت كتير أشياء وعملت اختراعات جديدة نالت إعجاب كتير من الناس. أول شيء ابتكرت شيء ما كان موجود بسوريا وثقافته مو منتشرة بالوطن العربي، اللي هو هيرمست، العطر الشعر الخاص بالشعر ليروح الروائح الكريهة، روائح الدخان. ومن بعد منها انتقلت لأني أصنع الصابون، صابون الجسم، صابون الوش، واضطرت بعض أنواع الزيوت مثل الصنوبر والعسل والنسكافيه، حاولت أوصل على مواد طبيعية أقدر أضطرها واستخرج منها زيوت وإسانسات تحبها الناس وتستخدمها لكتير أشياء. كنت كتير ارجع لأبحاث لحتى اوصل للزيوت يلي بتساعد على الراحة النفسية، على تنشيط الدورة الدموية، فعطر بنشط الدورة الدموية كان هو تصميمي الثاني بعد عطر دمشق ورد الياسمين يلي بتتغير ريحته كل بضع دقائق. هذا العطر اللي بنشط الدورة الدموية ارتكز على مواد اللافندر والنعناع والليمون. العطر الأهم يلي كمان عمل ضجة وكان كتير محبوب من الناس هو عطر اللي بيجلب السعادة، اسمه بيس أند هابينس. كتير عطر حلو فواح، فيه ريحة الباتشولي، فيه ريحة اللافندر، فيه المسك وفيه العود، بيناسب جميع البشرات. أما الشيء اللي كتير أنا بحبه بصراحة صار معي من بعد لقائنا بواضح، كتير ناس تواصلت معي، كتير شركات أنا كتير بحبها، صرت وجه إعلاني لعدة شركات ثياب وعطور، صرت سفير علامات تجارية كتيرة، وهذا الشيء كان شغفي وهذا الشيء اللي كنت أحلم فيه من زمان تحقق. حلمي كان ولا زال هو مصنع العطور يلي بحلم فيه من زمان، إنه صير صنع العطور واستخرج المواد الطبيعية منها ومن خلالها كون تركيبات عطرية كتيرة. لكل شباب الوطن العربي اللي ببلشوا هلأ بعمل جديد، خلي حلمكن قدامكن دايماً، فكروا بحلمكن، اطمعوا بحلمكن كتير لحتى توصلوا له. اعتمدوا دايماً السوشيال ميديا بالطريقة الصح، استخدموها بطريقة صح، لأن اليوم السوشيال ميديا هي وجهة العالم كله، عم نقدر نوصل رسالتنا ونوصل الشيء اللي عم نعمله ونحبه للعالم كله. شكراً واضح على هالفرصة الحلوة اللي منحتوني إياها باللقاء الأول واللقاء الثاني، وشكراً لجميع المتابعين وشكراً لمراسلتهم بسوريا.